ما كان منهم إلا أن وقفوا ذلك الموقف المشرف الذي سطرت أحرفه بأحرف من نور تتلى إلى قيام الساعة، حيث قال الله عز وجل: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بعد أن وقفوا ذلك الموقف وخافوا على أنفسهم الهلاك والقتل، وكان ذلك الطاغي يحفر الحفر العظيمة ويلقي فيها الخصوم والأعداء ويرجمهم بالحجارة، ما كان منهم إلا أن تواعدوا على الفرار أخذا بالأسباب. قد فأوا إلى الكهف، لم يبقوا في تلك الأماكن اللي يثيروا الخرابة والرعب، لا بل اعتزلوا بأنفسهم، اعتزلوا تلك الأمة التي لم تكن تؤمن بالله عز وجل ولا بوجوده، وآووا إلى هذا الكهف. فالكهف كان معروفا موجودا قبل ذلك، حيث ورد وصفه، حيث قال الله عز وجل: فأووا إلى الكهف، ورد بلام التعريف أنه موجود، كهف موجود معروف. فلما دخلوا إلى هذا الكهف ما الذي جرى معهم؟ آووا إلى عمق هذا المكان، إلى الفجوة، وهم في فجوة منه، والفجوة في اللغة العربية هي المكان الفسيح الذاب في الكهف، إلى العمق هناك آووا إلى عمق المكان. والفجوة كما قلت لك هي الفجوة العميقة الذاهبة في الكهف، الفراغ بين الشيئين. هناك لما دخلوا ناموا، ضرب الله عز وجل على آذانهم في الكهف سين عددا، أي ضرب أي عطل عندهم الأعصاب الحسية المسؤولة عن الأعمال الفسيحية في الجسم الاثنى عشر وتمر المقاع في الرأس، فأنامهم المولى عز وجل نوما عميقا، فلم يوقظهم الجوع ولا العطش ولا البرد ولا أي شيء حتى مضت تلك المدة التي أرادها الله عز وجل، وهي 300 سنين وازدادوا 9، 300 شمسية قال العلماء و 309 قمرية. فلما استيقظوا بعد ذلك، بعد تلك المدة الطويلة، استيقظوا مدهوشين من طول نومهم، فأول سؤال طرحه بعضهم على بعض قالوا: كم لبثنا؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أنهم لم يتغير عن شيء. شيخنا، بدنا نستوقفك يعني عند هذه النقطة لنذهب إلى العمق والداخل، وأيضا دلالة على غاية الأهمية وذكرها في القرآن الكريم. نعم، طبعا هذه الفجوة وهذه القوة هذه التي يتم منها دخول أشعة الشمس في فصل الصيف، لما في شهر حزيران لما تكون الشمس شبه عمودية تدخل من هذه الكوة. طبعا لها فائدة أخرى، وهي إشباع المكان بالأكسجين وإكمال الدورة الهوائية، وفي الفيزياء تسمى عملية الحمل، وهي تسخين قاعدة الفجوة، مما طبعا يتسبب في تسخين الهواء في القاعدة فيرتفع فيأتي هواء بارد، فتساعد على التكييف وتبريد المكان. تجد المكان هنا في هذا المكان أقل درجة الحرارة في الصيف من الأماكن المجاورة خارج المكان بتقريبا 12 إلى 10-12 درجة. إذن إحنا يعني بدنا نشكرك فضيلتك على استقبالك إلنا في هذا المكان، ويعني فعلا خير رجل فاضل اللي رعاية هذا المكان، وللشرح أيضا يعني إسابك في هذا الشرح اللي فعلا أعطانا روايات دقيقة حول هذا المكان. شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير، وشكرا لكم لهذه المؤسسة الرائدة، وكذلك من هذا المكان حيث أمد الفدية وجه التبريك لسيدي صاحب الجلالة التي امتدت يده إلى هذا المكان ورعاه وأحاط برعايته، فما ترون من هذه الصرح هذا الصرح السامي العظيم للمعهد الملك عبد الله التعليم والوعاظ، المسجد، هذه الساحات، هذه الحدائق، وكان ذلك كله برعاية اللجنة الملكية التي رأسها سيد صاحب السمو الأمير غازي. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر الشيخ الفاضل مسؤول هذا الموقع شيخنا محمد الحنيطي. كيف لنا أن نتحدث عن العاصمة الحبيبة عمان، عاصمة الثقافة الإسلامية، وأن لا نكون هنا بموقعة أهل الكهف الفتية؟ فكل الشكر لك شيخنا الفاضل. بارك الله فيك وبارك وسلم. شكرا جزيلا لفضيلتك. وإحنا مشاهدينا يعني بنتمنى نكون أعطيناكم فكرة وافية عن هذا المكان، فعلا مكان يستحق الزيارة، ويعني من كل أنحاء العالم عم يجوا بتفرجوا على هذا الأثر التاريخي الإسلامي. أيضا نتمنى لكم يوم سعيد ومبارك إن شاء الله، وكل عام والجميع بألف خير. وبالختام بهذا التقرير الخاص، العودة إلى حلقتنا مجددا بهذه الحلقة الخاصة من القرية الإسلامية.